قطع خط إمداد الميليشيا في الساحل الغربي هو الهدف الرئيسي للجيش الوطني، ومن ثم التوجه إلى مدينة المخا لاستكمال عملية تحرير محافظة تعز من هناك. 5 ألوية هي قوام قوات الجيش التي ساهمت في عملية تحرير مدينة ذباب الساحلية، واستطاعت القوات التي انطلقت من الجهة الجنوبية الغربية من عدن أن تحرز تقدماً كبيراً في أغلب مناطق الساحل الغربي، وسيطرت على منطقة 5 القرون في كهبوب ومديرية الوازعية التي تنتشر في مناطقها المقاومة الشعبية، خصوصاً منطقة الأغبرة والعلاقمة والبواكرة وأيضاً الصبيحة. أما في منطقة العمري التي يقع ضمنها معسكر العمري، ترجح مصادر عسكرية سقوط بعض أجزائه في يد قوات الجيش الوطني. الانتصار الذي حققه الجيش جاء ضمن تنسيق واسع وترتيب بين ألوية الحزم 5 بقيادة العميد عبد الغني الصبيحي، حيث خاضت هذه الألوية بمساهمة المقاومة الشعبية وإسناد من طيران التحالف العربي معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيا قتلى وجرحى وأسرى، بينما سقط قائد لواء الحزم 3 العميد عمر الصبيحي وبعض أفراد الجيش. لم تسر المعركة في الساحل الغربي بمعزل عن الجبهة المقابلة التي تقع على نفس الخط في العمق الجنوبي لمحافظة تعز، ففي بني عمر استطاع الجيش استعادة جبل جرداد، كما حقق تقدما كبيرا في مديرية مقبنة حيث استعاد جبال النبيع والعويد وجبل الحصن، بالإضافة إلى محاولة قطع خط إمداد الميليشيا في طريق الحديدة تعز ليتسنى للقوات الوصول إلى مدينة البرح الاستراتيجية التي يدفع الجيش من خلالها إلى قطع الطرق والمنافذ المؤدية إلى محافظة تعز لإيقاف إمدادات الميليشيا من الأسلحة. التقدم في الجهة الشمالية من هذه الجبهة أيضاً كان حاضراً في مديرية جبل حبشي، خصوصاً في منطقة شرف العنين الذي تقدم فيها الجيش والمقاومة وتراجع لترتيبات معينة بحسب مصادر هناك. إذن تسير المعركة في مساحات جغرافية واسعة وتضاريس معقدة ساهمت فيها زراعة الألغام أيضاً بصعوبة الحصم في بعض المناطق، لكن المواجهات ما تزال في أشدها بحسب مصادر ميدانية.